مرحبا، أنا زينب يتيم. أنا طالبة في السنة الرابعة في قسم هندسة الجيوماتكس في جامعة نجم الدين أربكان. تعرف هندسة الجيوماتكس بهندسة الهندسية أو هندسة الجيولوجيا والمسح التصويري في بلدنا. نقوم بإنشاء خرائط من خلال إجراء قياسات على الأرض باستخدام طرق وأدوات مختلفة ومعالجة المعلومات التي تم الحصول عليها في البيئة الرقمية. تتكون من 6 أقسام. نرى دورات في الجيولوجيا والمسح التصويري والاستشعار عن بعد والممسوحات العامة ورسم الخرائط وتقنيات المسح. عادة نقوم بدراسات ميدانية. نستخدم أيضا معامل البكسل لتعلم ومعالجة البيانات من العمل الميداني. بعد فصل الربيع لدينا تدريب إجباري لمدة 30 يوم عمل، ويجب تقديم مشروع تخرج للسنة الرابعة في فصلي الخريف والربيع. يتمتع مهندسو المساحة بفرصة العمل في المؤسسات العامة والقطاع الخاص. كنت مهتمة بهندسة المساحة، لهذا اخترت هذا القسم. اخترت جامعة نجم الدين أربكان لأن قونيا مدينة حضارية وقريبة من المدينة التي أعيش فيها. بعد التخرج أريد اكتساب الخبرة وفتح مكتبي الخاص لرسم الخرائط. نرحب بالأصدقاء المهتمين بهذا القطاع في قسم هندسة المساحة في جامعة نجم الدين أربكان. جامعة نجم الدين أربكان هي المستقبل.